منتخب كذلك منظم كذلك من ناحية الصحفي في المستوى. إذن هاته أول مباراة تجرى بملعب عنابة بعد ترميم. المباراة جمعت بين المنتخب الجزائري المحلي ونظيره الموريتاني في إطار ودي، وانتهت بتعادل سلبي 0-0. اللقاء لعب بدون جمهور وبدون بث تلفزي. اللقطات التي تشاهدونها تعود لإذاعة عنابة التي قامت ببث المباراة عبر صفحتها على فيسبوك. التصوير كان ضعيف وحسب إمكانيات الإذاعة. على كل حال، إذاعة عنابة ليست مختصة في الإخراج التلفزي، ولكن بمجهود تطوعي قامت بنقل هذه الصور والتي لم تظهر ملعب عنابة في أحسن حلة، بحيث الكاميرات كانت ضعيفة الجودة وما بينتش الملعب مليح، وحتى المصورين كان الكادراج تاعهم خاطئ جدا والإخراج غائب تماما. على كل حال، تقريبا هكذا سيظهر ملعب عنابة في النقل التلفزي. كان كل ما عند جورناليست في هذا الفيديو. شكرا لكم، شكرا لكل متابعي جورناليست على دعمهم في الفترة الماضية. شكرا من القلب. سلام. كان يلعب من جهة اليمنى وإلى اليسرى ويحاول أنه يحول الكرة مباشرة إلى الأجنحة، لكن كانت الكرة العالية دائما لفائدة الفريق الموريتاني اللي يتمتع بمورفولوجية، يعني اللاعبين المورفولوجية تاعهم كانت. للمزيد تابعوا جورناليست، الصحفي الذي ينطق حرف الراء غاءً.